صالح جمعة جمعة أهلا وسهلا. ترجم على طول ماشي إن شاء الله. إذا كان في شيء لا يستحق الترجمة وأنت تعرف المعلومة قلها لي مباشرة. أجب مباشرة. كيف تم وصولكم إلى هنا؟ تم وصولنا إلى هنا بداية من أول سنة. As you like. كما تشاء كما تريد. كيف وصلنا هون؟ الأول ترجم عشان يعرف إحنا نقول إيه الأول. برا ناصر ولا أشتختي؟ يعني بن برا ناصر جالدم. ما الناس هاي ناصر برا ولا أشتختي؟ ثانم بيلا خن يوك. بنور ما نقول شيء. ممكن أنا بالشغل دقولي تليفون. أعطيته شريحة. أنا ما بعرف أنا هو التنظيم. آخر شيء عرفت إنه تنظيم قاعدة. وصار معنا حادثة كمان. طلعنا مهمة أنا وهو. تقولوا شباب المطلوبين الجويين. جينا دقونا تليفون المطلوبين الجويين. أعطيته شريحة. هو حكي الناس مسلحين. هذا الناس من جماعة المسلحين. أنا مالي خبر هنا. كنت بالشغل. اجاني سيادة ملازم اول من جوية من حلب. قالوا لي هذا الرقم امين. قلت له الي. قال لي وينه؟ قلت له عند فلان عند جمع ايستر. قالنا نشوفه. قلت له نروح عنا على البيت. بجيبه عند على البيت عندي حتى مش هم نجيبه. واجوا عني شربوا شاي. يا بين ما يشربوا شاي اجا جمعة. كل شيء. خليني اقول لك على حاجه. طيب كما شوكوا بقى ساعتها. انت متجوز اخت مراته مش كده؟ نعم. من امتى؟ من 2007. متى تزوجت يا جمعه؟ ايش التاريخ هنا بسوريا؟ نعم سيدي. متى تزوجت يا جمعه؟ لما خاوي لندن 2008. متى تعلمت اللغه التركيه يا صالح؟ انا سيدي نحن ونحن صغار تعلمونا اهالينا. زوجتك تتحدث التركية يا جمعة؟ عيال انتو تشاور اشما سبلر؟ نعم سيدي. زوجتك سورية؟ نعم سيدي. سوري. سوري. زوجتك سورية ايضا اختها؟ نعم. نعم سيدي. انت تعيش في سوريا منذ متى يا جمعة؟ سنة سوريا ده نوخ ياشي. نوخ تلمالي ياشي. بل سوريا ده يشام يردم. سادجة سوريا زيارة دي چين جالب كده يردم. هو ما عايش في سوريا سيدي. هو بيجي زيارة برو. تزوج سورية 2008. أعرفها إزاي؟ كيف تعرف عليها؟ نصر طانشطيني لنا. أقربهم؟ سيدي عربينا. كاينة نمضان بنم بابام أمي كوز أمي المولو. حماته مصير بنت عمه يا أبوه. يعني إزاي هو بقى ما بيتكلمش عربي؟ نعم. إزاي هو؟ كيف لا يتحدث اللغة العربية؟ يعني هو في عنده دلوقتي حماته بنت عمه لأبوه. هو احنا عايشين بتركيا عايشين هنيك بيحكوا تركي. اما هون بحلب نحن تركي وعربي بنحكي. يعني هل اهل حلب يتحدثون اللغه التركيه؟ بس في تركمان سني. هل اهل حلب يتحدثون اللغه التركيه؟ نعم سني. مع العربيه؟ نعم سني. داخلي ما تقوليش يا سيدي ولا الله يكرمك عشان انا ما بحبش كلمه يا سيدي. انت اللي سيدي. لا يا سيدي. لا يا سيدي انت اللي سيدي عشان خاطر الله يكرمك. سيدي انت. انت تقول انك لا تعرف انه كان في تنظيم القاعده ولكنك أعطيت له شريحة. نعم سيدي. واشتركت معه في عمليتين. نعم. كيف لا تعرف أنه؟ لا أعرف أنه هو كان صديقي. صديقي صديقي. أنت متزوج؟ نعم سيدي. قبله بعام مش كده؟ نعم سيدي. وهو تزوج 2008 من أخت زوجتك. يعني هو جه طلب زوجته منك. سيدي السؤال هو ما بعرف ما في بيناتنا هالخلطة يعني كان. والناس جابوكوا مع بعض ازاي؟ الملازم او سيادة الملازم اول محمد سنبوكشي كان من البيت. كان عندنا كان ما كانش في خلطة؟ كان عندنا كان شريحة. اسمع يا هلا تديله شريحة عشان ما كانش في خلطة؟ اعطيتها الشريحة. لا تتكلم بصدق يا طول تروح. سيدي اعطيتها الشريحة برضه سيدي الله يخرب بيتك. اعطيتها الشريحة على اساس يحكي فيها هون. اه ما عرفت انه بده يحكي مع الجماعة المسلحين.
يعني انت مش صاحبه وديته شريحة. اعطيته الشريحة. نعم. هو ما عرفش يجيب شريحة. بس هلا شريحة هاي وين ما ولا شو ما اخذ شلون؟ هاي كم نعم ولا شلون كنا؟ شنو ابو سوريا ذاك كيف مسلح له؟ هاي كي ما واحد مسلح هون سيدي. طيب انت دلوقتي لو انا سالتك هذا السؤال بالعربي هو جاوب بالتركي هتقول لي اي حاجة تانية. اضمن منين ان انت صادق وانت بتكذب. ما احلف لك انه يمين يا عم تحلف مين ما انت تحلف الصبح هات انا احلف لك على مصحف ان انا بتكلم فرنساوي واسباني وتركي كمان. هات مصحف انا احلف لك انه تركي. تعرف ايه في المصحف؟ مصحف الشريف يا سيدي. طبعا. حافظ منه قد ايه؟ سيدي انا واحد امي ما حافظه منه. عملت عمليه ايه طيب معاه؟ ضربنا حاجز. شكرا شكرا جدا. قوم على أنت تنظيم القاعدة يا جماعة؟ نعم. تنظيم منذ متى؟ ترجمة. ما وقت البلة؟ قاعدة أسأل. تقريبا سنتين. سنتين سيدي. قبل ذلك كنت ماذا؟ وظننا بلة أيضا؟ عادي مدني. مدني لم يكن هناك أي تنظيم أو أي شيء. لكن يقتل التنظيم قاعدة حياتي لا؟ يقتل طبعا. أول شيء ما في كان. هل انضممت إلى تنظيم القاعدة؟ من سنتين بداية مع الأحداث السورية تنظيم قاعدة يا قردي قدام سوريا ده مشاكل ولا منا؟ يوك ما كان في مشاكل بس من سنتين قبل ما يخلط مصدر انجا سنتين من قبل ما ينكمش بسنتين سنة كان ده يخلط التنظيم قاعدة وهو هنا منذ متى؟ هو هنا منذ متى؟ سالم لا وقت اللي بقى اللي برضه صار؟ 10 أشهر 10 أشهر إذا فأنت تنظمت قاعدة منذ 3 سنوات. صحيح. برضه مرة بلغت. أهلا وسهلا. أهلا ماذا تفعل جهاديا في سوريا؟ ناتشن يابين سوريا الجهاد شنو؟ في سبيل الله إسلام دولتي. بسبيل الله مشان دولة الإسلامية سوريا. ما هي دولة الإسلامية؟ دولة إسلام نايدي إسلام دولتنا نايدي يعني على الحكم الشريعة قرآن وسنة الحكم الشريعة قرآن وسنة القرآن والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم صحابنن almış olduğu toprakları على الصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة اللي أخذين التراب onların almış olduğu toprakları biz tekrar al ben tekrar almak o burada Yahudiler طبعا يهودي مسيحي يعني بو سوريا سادجا سوريا دي سوريا تركيا حتى بريطانيا سوريا تركيا بريطانيا حتى اليهود كل شيء اخذين اراضي اسبانيا اسبانيا يا قدر اون توبلاردا استام دولت قرمق ثاني معلش ايه يا حتى اسبانيا سيدي دي حطوا دوله اسلاميه اون دوله الاسلاميه تبقى من اسبانيا يا ليس يا نعم سيدي قال لي سوي دولة إسلامية اه دي كلها لازم تبقى دولة إسلامية اه بدي سوي دولة إسلامية بدي أخذ الأراضي يسوي دولة إسلامية لما ياخذوا الأراضي بتاعتها لما عندما يأخذوا أراضي بريطانيا تصبح دولة إسلامية نعم سيدي كيف سوف يأخذون أراضي بريطانيا ناصر بريطانيا تربح لنا الجزء طبعا بو بيرجن دولاجا بشيء ده يعني سوريا ده مباشرة مثلا أرض الجزيرة يعني حتى إسرائيل من يعني مو زمان يعني من فضلك كيف سوف تأخذ بريطانيا نحن بعيدا عن سوريا كيف سوف تأخذ بريطانيا وتضمها إلى الخلافة الإسلامية نصر على الجيز دي صبا شرق صبا شرق على الحرب سيدي بحاربه قال جيد طبعا بالحرب ما هي إمكانياتك الحربية امكانيه النصر دي حربه دي işte ben tanzime girdim de tanzimde işte fikirlerimiz buydu yani ne bileyim tanzimde bunlar öğrendik ne yaptık işte Suriye'de de meşakil olunca bunu fırsat bilip burada yapmak istedik buradan başlamak istedik yani هو مفات على التنظيم هيك عبوا براسه هيك يصير يفكروا صار مشاكل بسوريا علي بلشوا من سوريا يعني بدا التنظيم يقول له دلوقتي استنى على بريطانيا شوية روح سوريا الأول نعم طيب أنا سؤالي محدد انسى سوريا تماما وملناش علاقة بسوريا ومش عايز حد فيكم يجيب لي سيرة سوريا سوريا فيها اللي مكفيها فيها أنا دلوقتي عايز أشترك معاكم ونروح نحط بريطانيا في الخلافة الإسلامية
قال ندي كيف قال ندي شنو اهل مزن اهل مزن اهل يغو يا بريطانيا قداك ناس على جخ تور باخلارنا على جخ اي لا لا مايس المهم اقدر ياخذ هيك يعني مو شكل على مايس يعني على الباش كان تركي على الباش شكل ما نقدر ناخذ سيدي لا تستطيع تاخذ بريطانيا شنو على حكي ابو البهل انا بس Şimdi Suriye gibi bir devlet, yani Suriye gibi bir yerde devlet, İslami devlet kurduktan sonra yani tabii kafire savaş açacağız. Ya bize cizre ödeyecek, yani şimdi biz Kur'an ve sünnette şunu öğrendik. Ya bize cizye ödeyecek, biz devlet olduktan cizye sonra. Ne? Yani cizye. Para. Tamam. Ya cizye ödeyecek, ya sahabenin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem topraklarını bize verecek. الجزية عندما تأخذ تأخذ بريطانيا تأخذ منها الجزية والحكاية الغريبة الخايبة دي كيف سوف تأخذ في الأساس بريطانيا؟ السؤال كررته أربع مرات وما فيش إجابة عشان تعملوا كده هتجاوبوا عليها هتجاوبوا عليها عشان تنزلوا سورت بريطانيا ناصر على جندي إيش ده؟ برضه ده بيت بريطانيا سوري سوري خارتي سوري تمام سوري إيش خارتك؟ بن Yani dünyada herhangi bir yerde devlet kurduktan sonra sadece Britanya değil, sadece Britanya değil, küffarın hepsine savaş açıp ve alalım, almayı. Benim fikrim yani Kur'an ve sünnette şeriat budur yani tarika buydu. Sidihine bir şeriat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarikası buydu. Ben de onu düşünerek. Alhine afakru bir şeriat. Al mushaf bir şerif. Hakir Resul aleyhissalatu vesselam sünnet-i Resul. على إيش في يهود؟ يعني مو بس بريطانيا يعني. كل جميع أرجوك في دولة اسمها بريطانيا كويس؟ نعم وأنا أريد أن أخذ هذه البريطانيا كيف أستطيع أن أخذ هذه البريطانيا؟ لا تحدثني عن الشريعة ولا عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن سوريا قل لي كيف سوف تأخذ بريطانيا؟ ناس بريطانيا على جنبي Beş haber şeriatten diye geldiğinde yani savaşaraktan yani ona harp açacağım yani nasıl ki Britanya işte geliyor başka bir ülkeye Suriye'ye veya işte sadece Suriye'de işte başka bir yer. Cuma hasta fahat sığal İngilizce. Sidi, abul metel ma bijo devlet Britanya biyahad aradi lel devlet İslami, hıwa kemam diye di sawit diyahad. Okay. Maşallah. Cuma. Hadis İngilizce. İngilizce? La ma arif. بعمل ايه بقى مترجم ما بعرفش عربي يا سيدي هو بقول ابو قال له مشان بريطانيا عشان لك تاخذ بريطانيا اقول له مثل كيف تاخذ بريطانيا قلت له ما هي الخطه التي تضعها حتى تستطيع ان تاخذ بريطانيا دوله بريطانيا جماعة انا اظن ناس الخطه ناي دشنجاين ناي ناس جريجيز içine nasıl gireceğiz devleti kurduktan sonra İşte ben onun içine girip savaşacağım yani ona yani onun nasıl bir devlet olduktan sonra yani bu uzun vadeli bir iş. Yani bir günde, iki günde yani bir senede, iki senede olacak bir şey değil. Uzun vadeli iş. Devlet olduktan sonra harp açacağım. Hal iftah alev al harp. Al muşallet nahar nahareyn. Aşır sene. Taban. Aşır sene. Aşır sene. Mümkün aşırı sene. Aşırı sene. Mümkün ene meyyit. Taban. İnşallah bu. yani Allah alem. Mümkün ben olurum. Ya, tanzim yani tanzim el-Kaide onun fikri dünyada İslam devleti kurup ve Resul şeyin sahabenin almış olduğu toprakların hepsini almak. Sahabe Britanya'ya kadar gitti yani. Sedihin mu bas devlet yani. Al-kirşi akhadu min aradi sahabe li raj'u. بريطانيا دولة متقدمة عن تركيا بريطانيا دولة متقدمة عن أي دولة إسلامية أي دولة إسلامية دولة بريطانيا متقدمة جدا عندها أسلحة متطورة كثيرا عن أي دولة إسلامية صح أم خطأ؟ صح كان دي بريطانيا دي السلاحات دقة شبدر دم دقة يعني ناس علمنا لا أيوه ده طبعا مظبوط لكن işte حسن ده nasıl yapacağız Britanya ازاي بقى يا اولاد الذين انتوا bu nasıl yani şimdi seneden yani içeriye girersin
davet yaparak, misalen İslami davet, yani insanları İslam'a çekerek ve oranın İslam devleti olmasını sağlayarak. Suriye. Bir, küffar devletinde. Misalen işte Britanya'da, ne bileyim, İspanya'da, ve bunun gibi devletlerde. İçeriye gireceksin, yani ne yaparsın? Misalen ben oraya gittim, mescid, davet yaptım insanlar, işte bu İslam, Kur'an, hek. سيدي بيدخل لجوا بيعرض الاسلام بيعطي نصيحه هيك مثلا طيب هاي. ترجم له دي بس من النبي عشان انا اسف لا تزك حمرا شنو عرفت تزك حمرا يعني اظن قرمزونه في حاجه في السياسه اسمها احا شام ما مش عارف الترجمه طلع دي ما عليك سوريا نعم اضعف من تركيا تركيا متقدمة عن سوريا كثيرا سوريا تركيا عندها ضعيف تركيا كبيرة تركيا متقدمة تركيا سوريا صغيرة غير متقدمة مثل تركيا تمام سوريا küçük تركيا كمندال تمام تركيا büyük evlau gelmiş تمام سوريا دولة علمانية تمام تركيا دولة علمانية تمام انت رايح بريطانيا ليه Şimdi ben... Sen Britanya niye gideyim? Hemen oraya gitmeyeceğim ki. İşte şimdi mesela burada yaptıktan sonra yakın çevreden yani mesela Ardu Cezire'den, Baden yani doğru yani sıra Türkiye'ye geldiğinde. Hey. Bu yani bir başarı atan İngiliz şey değil, Britanya değil. Ne gerek fikrine. Tamam. Silsile. Tamam. Allah nur aleyk. سوف تاخذ بريطانيا في الحلقة الثالثة من هذه السلسلة. بريطانيا بو حلقة ثانية يعني üçüncü alacağım. أو الرابعة أو الخامسة. أو dördüncü أو beşinci. طبعا. يجب أن تسيطر على سوريا في البداية. لكن سوريا tutucun سوريا لكن سوريا'dan başlayacaksın. Burayı bitirdikten kere ondan kere. Tamam ondan kere tanzimin tamam. düşüncesiyle. Tamam. Suriye devlet Müslüman. Suriye devlet Suriye İslam devleti değil. Tamam, şimdi bir şey var. Yani şimdi alem İslam, lakin benim savaşım yani şahapla değil, milletle değil. Yani hükümetin düzeniyle mesela devlet Almanî. Bu devlet şeriat. Devlet Almanî, devlet şeriat değil burası. Almanî devlet İslam, noş devlet şeriatı değil. Devlet Almanî. Mazbut. وانت جاي من تركيا عشان تحارب الدولة التي ليست دولة شريعة التي دولة سوريا تمام ليست دولة شريعة يعني مرا دولة شريعة دولة دلدي سامونون چون مرا سواش ميم يعني هل تعتقد انه يوجد في سوريا شواطئ سياحية مهمة سوريا ده سياحة جزال يير وار مكنا بلدون سياحة اماجم سياحة دي Amacım devlet kurmak. Al hedef o ve yemni devlet seni. Yemni devlet. Hel ta'taqid enne fi Suriye şavati alal bahr fi dissiyaha eddi kem hiye mesahatu ha? Nancak mesaha seni. Ne şavati siyahiyye? Şeyin bahırı sadece Latkiye. Sadece bir muhafaza yani çok kebir bir şey değil yani. يعني المو كبير زيادة يعني لا تقي لا زقي نقول أن المساحة الكلية لشاطئ السياحة حوالي 400 كيلو متر 400 كيلو متر 400 كيلو متر 4-0 تمام مظبوط تركيا فيها كم شاطئ؟ تركيا ده قشطة كتير ما تروح تجاهد بدين أمك في تركيا طلع دين أبونا ليه؟ Sen niye Türkiye'de gitmişsin? Şimdi, niye buraya geldin mi? Şimdi hareket burada başladı. Albelleş tanısıyım onu yesin ya. Ne? Albelleş onu al. Yani Türkiye niye gitmedin? Hareket burada başladı. Buradan sonra Türkiye. Ya ben Türkiye'yi de tamam devleti İslam olarak. Ben Türkiye'de devlet İslam olmasını istiyorum. Onun için de yapacağım.
مشان مو بس سوريا، كمان تركيا كمان بدي اسوي بها الشغله، كمان رح اسوي فيها كمان. طب ليه ما بداتش من تركيا؟ نيه تركيا لا باشلمان عندي. حركه önce burada başladı. يعني الحركه بلش هون سيدي ابو. بعدين تركيا على فكره. ده مره اصعب ده حركه. ده كلام. ده كلام يبر الاسلام. قوم انت هو ولا قوم ولا امشي. قوم انزل. روح انت روح حارب في تركيا وانت روح حارب في حلب. وانا خرجت دلوقتي. والله. الله يسلمك. لا لا انا مش حافظ. الله يسلمك. والله لا. الله يسلمك.